محطتنا التالية لليوم عن منتخب سوريا الذي سيكون اليوم بتمام الساعة 2 ظهرا على موعد مع مباراته بالجولة 6 من تصفيات وقت حيواجه منتخب أوزبكستان بالماليزيا. للمنتخب السوري أنهى مرحلة الذهاب بخمس نقاط في الرصيد وهو حاليا بالمركز الرابع على ترتيب المجموعة الأولى. لنعرف أكثر عن تفاصيل هي المباراة خلينا أكيد نستقبل بالاستوديو الكابتن مازن الهندي. صباح الخير كابتن وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ليا. صباح الطاقة والحيوية. يسعد صباحكم. يسعد صباحك نور. أكيد يمكن نحن صدف أنه إجا معنا منتخب آسيوي من أصعب الأسماء أوزبكستان يعني أكيد مو سهل على النطق بكل تأكيد يعني ولا يهمك. خلينا نحكي بالبداية عن هي المباراة. نحن خسرنا تقريبا 1-0 بعتقد. قديش مهمة هي المباراة للتأهل لكأس العالم وقديش مهم فعلا المشاركة بهيك مباريات اليوم في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها خصوصا انه انت عليك حصار مو فقط اقتصادي حصار رياضي لانه انت على ارضك ما فيك تستضيف اي نشاط واي مباراه تماما بتخص المنتخب الاول. يعني اذا بدنا نحكي بخصوص منتخب سوريا هي المباراه باعتقادي انه هي مفصليه. نحن مباريات الذهاب المجموعه هن خمس مباريات قدرنا نحصل خمس نقاط بنهايه الخمس مباريات كانت حصيله يمكن ما كثير ناس توقعوها بظل قوه الفرق اللي مشاركه بالتصفيات. يعني مجموعتنا ايران كوريا الجنوبيه قطر الصين واوزبكستان يعني كلياتهم فرق محضره يمكن اكثر منا وعندهم امكانيات اعلى وحتى تاريخ خلينا نقول يعني بصراحه يعني كتاريخ وكانجازات كل المنتخبات تقريبا بتتفوق علينا بهذا الموضوع بالمنتخبات اللي عم تلعب معنا بكفي الامكانيات الموجوده بنفس المجموعه تماما. الامكانيات بالتاكيد يعني في فارق امكانيات كبير. اهميه هي المباراه بتنبع لانه نحن عندنا خمس نقاط بعد مرور خمس جولات وبقيان يعني خمس جولات خمس مباريات لنهايه التصفيات. اليوم إذا بلشنا إن شاء الله مرحلة إياب التصفيات بانتصار على أوزبكستان وعوضنا خسارة الذهاب مع منتخب أوزبكستان اللي صارت بأول مباراة بالتصفيات كانت بمواجهة أوزبكستان وقت خسرنا 1-0 فبالتأكيد حنرجع نحيي الأمل أمل المنتخب السوري. ليش؟ لأنه إذا ربحنا إن شاء الله بيصير عندنا 8 نقاط المنتخب الأوزبكي عنده 9 نقاط بالمركز الثالث فهيك نحن بنكون قربنا على الأقل على المنافسة على المركز الثالث ورجعنا خلطنا أوراق المجموعة من أول وجديد فلذلك هي المباراة كتير مهمة. هلأ بالتأكيد منتخب سوريا من خلال مشاركته بتصفيات كأس العالم ووصوله لهذا الدور يعني نحن بنعرف أنه تقريبا 45 أو 47 بلد آسيوي اليوم عم وصلوا 12 منتخب بس ليكونوا بين نخبة آسيا وبين المنتخبات اللي عم تتنافس لتوصل لأهم بطولة بالعالم اللي هي كأس العالم. ومنتخب سوريا رغم كل شيء اليوم نحن عم نوصل لهذا الدور وعم نلعب هدول المباريات. هذا الشيء خلينا نقول عمل كتير بالصحافة العالمية ردة فعل صح. يعني على سبيل المثال نحن ربحنا مباراة واحدة لحد هلا بالتصفيات كانت على المنتخب الصيني. الدوري الصيني عم يصرف مليارات الدولارات مليارات الدولارات عم يستقطب افضل اللاعبين حول العالم وعم يحاولوا يطوروا الكره الصينيه وقت بيجي منتخب سوريا اللي جاي من بلد كل العالم تعرف انه في حرب وفي احداث وفي ظروف ونحن بنربح على الصين بقلب الصين 1-0 فبالتاكيد هذا انجاز كثير مهم. حكيت عنه كبريات الصحف العالميه انه شوفوا المنتخب اللي جاي من الحرب عم يهزم منتخب المليارات يعني كانوا هن مليار او اكثر من مليار شخص وعلى صعيد ايضا الامكانيات الماديه هن عندهم يعني هلا حاليا عندهم مارتشيلو ليبي اللي كان مدرب المنتخب الإيطالي بيوم من الأيام اليوم هو عم يقود المنتخب الصيني بتصفيات كأس العالم. بالتأكيد كلها هي الأمور وحتى وجودنا بالمركز الرابع بعد مرور خمس مباريات من عمر التصفيات كمان هو إنجاز. ورانا منتخب قطر ورانا منتخب الصين على جدول الترتيب منتخب القطري بأربع نقاط والمنتخب الصيني كمان بنقطتين باعتقادي هذا إنجاز. ما بدنا يعني كمان نحن طموحنا اكبر من هيك يعني لانه عندنا تشكيله اسماء ولاعبين قادرين انه يعملوا اكثر من هيك وقادرين انه فعلا يوصلونا لمحل ما نحن بدنا ومحل ما نحن بنحلم انه نحن نروح على كاس العالم للمره الاولى بتاريخنا رغم كل شيء بنحكيه عن ضعف الامكانيات ضعف التحضير ضعف الظروف ولكن عنده مجموعه من اللاعبين قد ما وصفت هي ضعف الامكانيات مازن لازم العالم تنزل تشوف على الارض لتعرف نحن كيف يعني اليوم على الاقل يعني او خلينا نقول اهم شغله اللي احنا اليوم اغلب لاعبين المنتخب السوري هن محترفين بالدوريات ان كان مثلا بالدوريات يعني بالدوريات العربيه المجاوره فالمنتخب ما عم يتجمع غير قبل 3 أو 4 أيام من المباراة. هذا وقت كتير بسيط وكتير قليل للمدرب لحتى إنه يقدر يطبق فكره ويطبق الناحية التكتيكية وتبين هي الانسجام
على على صفوف المنتخب. نعم. ومع هيك احنا عم نشوف انه لا من خلال هي التصفيات الامور كثير منيحه. نعم ما زلنا يمكن ذكرنا تحت الهواء وعم نحكي على الهواء املنا كثير كبير هي المباراه ويمكن املنا كثير كبير بمنتخبنا. خلينا يمكن نتعرف اكثر على تشكيله المنتخب، خلينا نتعرف اكثر على الخطه الموضوعه للعبه اليوم. طبعا احنا اليوم بدنا نحكي بالخمس مباريات الماضيه من التصفيات. لا. بلغه الارقام منتخب سوريا سجل هدف واحد بس بالتصفيات اللي كان على المنتخب الصيني وقت انتصرنا 1-0 بمقابل تلقينا هدفين، يعني احنا من اقوى الفرق دفاعيا ومن اضعف الفرق هجوميا، نحن بين المنتخبات 12 نحن الاضعف، وعلى ذلك يعني نحن لمسنا من تشكيله الاسماء اللي استدعاها الكابتن ايمن حكيم لمباراه اوزبكستان وبعد مباراه كوريا اللي حتكون يوم الثلاثاء جاي ان شاء الله بالعاصمه سيول، لمسنا انه في تركيز اكبر على الجانب الهجومي بمرحله الاياب، لانه اليوم انت اذا بدك تتاهل وبدك تحقق نتائج فانت بالتاكيد لازم تسجل اهداف، كنا اوايا بشكل كثير منيح ب الشق الدفاعي، نحن لازمنا تعزيز الجانب الهجومي. على هذا الأساس اليوم عم نشوف عودة الكابتن فراس الخطيب ليكون ضمن صفوف المنتخب لأول مرة من 6 سنوات، أول استدعاء وأول عودة للكابتن فراس الخطيب أبو حمزة، بعتقد أنه هو حيعمل إضافة كتير مهمة، لاعب مخضرم، لاعب مهم، أحد الهدافين التاريخيين لمنتخب سوريا، فبالتأكيد ورغم أنه يعني عم ينحكى أنه هو ما كتير جاهز، من الممكن أنه يكون بديل بالشوط الثاني، وأحد الأوراق اللي موجودة بين إيدين الكابتن أيمن حكيم مدرب المنتخب ويستعملها بالشوط الثاني للمباراة. عندنا كمان ما بدنا ننسى مهاجمنا المتألق بالدوري الأردني مارديك مارديكيان اللي عم يرجع كمان لصفوف المنتخب، يعني هن 3 لاعبين عم يلعبوا بفريق الجزيرة الأردني اللي بيدربه مدربنا نزار محروس، هدول 3 لاعبين عم يتألقوا كثير مع الكابتن نزار محروس وهن متصدرين الدوري الأردني مع فريقهم الجزيرة، ومارديك مارديكيان هو هداف فريقه وعم يسجل كثير أهداف، فتمت الاستعانة فيه من قبل الكابتن أيمن حكيم كمان ليدعم خط هجوم منتخب سوريا بالإضافة للأسماء اللي نحن بنعرفها محمود او عمر خريبين اللي انتقل من فريق الظفره الاماراتي لفريق الهلال السعودي، وهو يعني بالتاكيد الهلال السعودي واحد من اكبر الفرق بالقاره الاسيويه، وكثير صعب لحتى يوصل لاعب لحتى يلعب بالهلال السعودي، وعمر خريبين وصل على الهلال وعم يثبت جدارته يوم بعد يوم قدام محترفين على مستوى كثير عالي بالدوري السعودي وايضا بدوري ابطال اسيا، فهذا بخلينا نتفائل بالاضافه يعني من حارس مرمانا ابراهيم عالمي اللي يلقب بالسد العالي ما شاء الله عنه، يعني بدنا نعطيه حقه لانه هو كان احد الاوراق المهمه جدا بتشكيله المنتخب السوري وبالتعادلين اللي صاروا مع ايران ومع كوريا الجنوبيه وحتى بالانتصار على المنتخب الصيني، كمان خط دفاعنا احمد صالح، عمرو ميداني، مؤيد عجان، حسين جويد، وعلاء شبلي اللي حيغيب عن هي المباراه بسبب الانذارات، ايضا لاعبين الارتكاز تامر حاج محمد، خالد مبيض، لاعبين كمان الوسط الهجومي أسامة أومري، يعني عندنا تشكيلة أسماء بتخلي الواحد يتفائل إن شاء الله أنه يكون في نتيجة مهمة ونتيجة مثل ما نحن نتمنى أكثر إن شاء الله. أكيد نوجه تحية لكل الفريق لكل الأسماء الكبيرة اللي ذكرتها، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله يا رب، نستضيفك بس تكون فايزين ونحكي عن هي الفوز يا رب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نحن مثل ما حكينا أنه نحن اليوم مباراتنا مع أوزبكستان بتمام الساعة 2 بتوقيت دمشق، ويوم الثلاثاء القادم حيكون كمان الجولة السابعة بمواجهة كوريا الجنوبية. لا. فزنا اليوم بنروح على كوريا الجنوبية إن شاء الله بيكون لسه الأمال أكبر والأمور أكثر، يعني حتى مواقع التواصل الاجتماعي والناس عم نشوف قديش التفاعل وقديش يعني الناس فعلا ناطرين هي الفرحة من منتخب سوريا اليوم أنه يفرحنا بخضم كل هالشيء اللي عم يصير، أنه يكون في عنا هيك بسمة وأمل كتير كبير بمنتخب سوريا ليحقق النتيجة اللي احنا كلياتنا بنتمناها. أكيد كلنا عم ندعي لهم، والساعة 2 إن شاء الله كلنا ناطرين المباراة بتوقيت دمشق وناطرين إن الفوز إن شاء الله يا رب. كابتن مازن الهندي كثير نتشكرك، شكرا لك، وإن شاء الله ناطرينك بحلقات قادمة تبشرنا بفوز منتخباتنا السورية. بكرة الصبح لو ما كنت أنا ضيفكم فوعد إذا فاز منتخب سوريا في تقرير خاص لصباح الغير ينعرض بالبرنامج وطبعا كلياتنا نشجع المنتخب. عم تقلي ليا مشان التيشيرت، خلص تكرم عينك ما تاكليها. شكرا لك مازن وإن شاء الله.